بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون والأخوات المباركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء من لقاءاتنا الموسومة بالمدايح النبوية، نعرج فيه كما جرت العادة على بعض أبيات من بعض قصائد مدح فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نذكر قصيدة اليوم، نزدلف إليها بحديث نبوي شريف، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجدبت المدينة في عهده، فخرج صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى المصلى واستسقى ربه، فنزل الغيث سريعا عاجلا كثيرا، وتفرق الناس إلى منازلهم ودورهم يستكنون. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نزول الغيث وإجابة الرب تبارك وتعالى لدعائه، ومشهد الناس وهم ينتقلون إلى دورهم، قال عليه الصلاة والسلام: لو رأى أبو طالب ذلك لسره، لو رأى أبو طالب ذلك لسره. ففقه بعض الصحابة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، كأنك تشير إلى قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. هذا البيت الذي استحضر أمام رسولنا صلى الله عليه وسلم وذكر، هو من قصيدة اللامية قالها أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حاصرت قريش بني هاشم في الشعب. ومعلوم أن بني هاشم حوصروا جميعا في الشعب إلا اثنين، أبو لهب وأبو سفيان ابن الحارث، وقد رفعناهما هنا لأن ذكرناهما على باب الحكاية. الذي يعنينا أن أبا طالب قال هناك قصيدته اللامية، وسنختار منها أبيات موجزة جدا، ثم نعرج عليها ونعلق على ما قام به أبو طالب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما يمكن أن ننهل منه من معين السيرة في هذا الجانب. قال أبو طالب في لاميته: خليلي ما أذني لأول عاذلي بسغواء في حق ولا عند باطلي، ولما رأيت القوم لا ود عندهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه صافيا غير ناعل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل، بميزان قسط لا يغيظ شعيرة، له شاهد من نفسه حق عادل، وأبيض يستسغى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. صلوات الله وسلامه عليه، إذ هو المقصود بالبيت الأخير من قول أبي طالب. نعود الآن للقضية برمتها، ونتكلم عن جانب السيرة فيها. الله جل وعلا أيد نبيه بظهيرين، أيام الدعوة في مرحلتها السرية، وبعد ذلك بقليل في أيام اشتداد أذى قريش عليها في مكة، نصير ظاهري وكانت تمثله خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ونصير ظاهري وكان يمثله أبو طالب الذي مات على الكفر. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بالقضية من أولها. النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فنبدأ أيها المبارك من عبد مناف. عبد مناف هذا ترك أربعة أبناء، هم عبد شمس ونوفل والمطلب، ليس عبد المطلب، عبد المطلب هذا لقب ليس اسما، المطلب وهاشم، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، هؤلاء أربعة إخوة، أبوهم عبد مناف. من هاشم كان نبينا صلى الله عليه وسلم، فعندما نقول بنو هاشم فإنما نعني أحد هؤلاء الأربعة. فالله جل وعلا اختار قريشا من العرب، واختار هاشما من قريش، واختار نبينا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ف
فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار. إذن نبينا من بني هاشم. كم بقي لهاشم من إخوة؟ ثلاثة: عبد شمس ونوفل والمطلب. لما حوصر بنو هاشم في شعب أبي طالب، في شعب بني هاشم، حصرتهم قريش في الشعب، الثلاثة الإخوة بنو عبد شمس وبنو عبد شمس وبنو نوفل ائتمروا مع قريش ضد بني هاشم، فأصبحوا غير موالين لأبناء أخيهم. بقينا في من؟ بقينا في المطلب. المطلب لم يلزم الحياد ولم يكن مع بني عبد شمس ولا بني نوفل، وإنما انضم إلى بني هاشم، أي أن أبناء المطلب انضموا إلى أبناء بني هاشم في الشعب، فأصبح الشعب يضم بني هاشم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويضم أبناء عمومتهم من بني المطلب. أما أبناء عمومتهم عبد شمس ونوفل فهؤلاء حادوا أو كانوا مع قريش ضدهم. لهذا قال أبو طالب في لاميته: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل. لأنه كان يتوقع ويتمنى أن يكونوا معهم، لكنهم انقلبوا عليهم وكانوا مع بقية أفخاذ قريش. هذا الموقف قبل أن أتجاوزه لبني المطلب مع بني هاشم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر يقسم الغنائم فأعطى الخمس، جعل الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، من الذي اعترض؟ اعترض من كان من أبناء عبد شمس أو بني نوفل، مثل عثمان بن عفان وغيره وجبير بن مطعم. فهؤلاء قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويستفسرون عن مسألة كيف يعطي بني المطلب من الغنائم، وقالوا بلسان الحال والمقال: يا رسول الله، أما إنك أعطيت بني هاشم فهذا لا غضبة فيه لأنك منهم، فنحن لا نعترض على أنك أعطيت بني هاشم لأنك أنت هاشمي، لكن ما دمت قد أعطيت بني المطلب كان ينبغي أن تعطينا، لأن المطلب أخ لعبد نوفل وأخ لعبد شمس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. يذكر صلى الله عليه وسلم بموقف بني المطلب في الشعب، فبنو المطلب وبنو هاشم كالشيء الواحد، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. من هنا أصبح إذا جئنا نقول آل البيت لا يدخل بني المطلب، أعيد، إذا قلنا آل البيت لا يدخل بني المطلب على الصحيح، لكن إذا قلنا إن الغنائم تقسم يعطى منها بني المطلب، نعم يعطى منها بنو المطلب، نعم، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وأكثر أهل العلم هو الذين اختاروا. نعود الآن لقضية أبي طالب. أبو طالب نصر النبي صلى الله عليه وسلم وقد عمر أكثر من 80 عاما. أبو طالب نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا، ومن أعظم دلائل أن هذا الرجل أشرب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في الشعب إذا نام، إذا جاء الليل واتخذ صلى الله عليه وسلم مكانا ينام فيه ونام بقية من في الشعب، يقوم أبو طالب في الليل فيحمل النبي صلى الله عليه وسلم من مرقده ويأتي بأحد أبنائه فيضعه مكانه. لماذا يفعل هذا؟ حتى إذا كان أحدا قد بيت أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويغدر به وهو نائم، يكون يغدر بابن أبي طالب ولا يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبيك عن عظيم المحبة التي كان يكنها أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا غرو بعد ذلك أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة في أن يكون أهون أهل النار عذابا. نعود لأبي طالب ولاميته. فلما قال أبو طالب: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير عاجل، إنما كان يقصد أنه كان يرغب ويتمنى من أبناء عمومته أن يقفوا نصراء يحمونه ويدافعون عنه مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر لم يكن كما توقع.
أبو طالب كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ولو في ذلك نونية قال منها: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسب لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. لكن كتب الله جل وعلا له ذلك. كان أبو طالب يمثل أعظم نصير وظهير للنبي صلى الله عليه وسلم من الخلق خارج البيت النبوي، في حين كانت خديجة كما بينا تمثل أعظم نصير داخلي له صلى الله عليه وسلم. فلما رأت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم في حمى عمه اشتد أذاها على أصحابه وقل أذاها عليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم فجع صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بموت أبي طالب. ترك أبو طالب 4 أبناء، طالبا وجعفرا وعقيلا وعليا، وابنتين هما أم هاني وجمانة، أم هاني وجمانة ابنتاه، وأربعة ذكور، طالبا وبه يكنى وعقيلا وجعفرا وعليا. وسنذكر علاقة هؤلاء الثلاثة أو الأربعة برسولنا صلى الله عليه وسلم تفصيلا بعد قليل إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. انتهينا إلى أن أبا طالب له 4 أبناء، عقيل وجعفر وعليا، وقبل هؤلاء كلهم طالب الذي به يكنى. أما علاقة هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فطالب على المشهور مات على الشرك، لكن ليس ثمة بين أيدينا في المصادر التاريخية أخبار عنه. أما عقيلا فقد أسلم تقريبا عند الحديبية وحسن إسلامه. وأما جعفرا فهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أشبهت خلقي وخلقي. وقد بينا في لقاء سابق أن هناك 5 شديد الشبه، أن هناك 5 شديد الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، هم جعفر وقثم والفضل وأبو سفيان بن الحارث والحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهؤلاء 5 الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، منهم جعفر بن أبي طالب، وقد كان من السابقين الأولين إلى الإسلام وهاجر إلى الحبشة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، فقال النبي ذلك الحديث الشهير، قال: لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، وعانقه وقبله بين عينيه. ثم قدر لهذا الصحابي الجليل أن يستشهد في غزوة مؤتة، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه الذين توفوا معه، زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، يوم أن خرج على الناس وأخبر صلى الله عليه وسلم بحال قادة الجيش وأمرائه في مؤتة. أما علي رضي الله تعالى عنه فهو رابع الخلفاء وحاتم الحنفاء، الصحابي الجليل المشهور، 11 المبشرين، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وكان من أذكى الناس. ومن دلائل ذكائه نأخذ هذه القصة التي تبين قضاء علي رضي الله عنه وفهمه وذكاء ذلك، أن رجلا كان يمشي في الصحراء ثم التقى به صديق له، فمضى يمشيان سويا فجاع، فلما جاع أناخ مطاياهما تحت شجرة وأخرج كل منهما ما معه من زاد، فأحدهما أخرج 5 أرغفة، أحدهما أخرج 5 أرغفة والآخر أخرج 3 أرغفة، فأصبحت 8 أرغفة بينهما. قبل أن يطعم، قبل أن يبدأ الأكل، مر بهما أعرابي ضيف فدعواه إلى الطعام فقبل، فأكل معهم. فلما أكل معهم وانتهى أعطاهم 8 دنانير، أو فلنقل 8 دراهم، وخرج. لما خرج أراد أن يقتسم 8، فقال الذي جاء ب5 أرغفة: أنا أتيت ب5 أرغفة وأنت ب3، ف5 دراهم لي و3 لك. فاعترض الثاني وقال: لا، إنما هي بالقسمة، نحن 2 والدراهم 8، 4 لي و4 لك. فلما اختصما ذهب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه يحتكم إليه. فلما ذهب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه يحتكم إليه، وتيقن علي أنهما سيقبلان حكمه، قال: 7 دراهم لصاحب 5، ودرهم 1 لصاحب 3. وهذا من دلائل فقه وذكاء علي رضي الله عنه وأرضاه. إذا سمح الوقت أنا سأفصل لماذا علي قسمها بهذه القسمة. علي رضي الله عنه نظر إلى أن الأرغفة 8، في كل رغيف 3 أثلاث، إذن يوجد من الأرغفة يتكون 24 ثلثا، هذه 24 ثلثا أكلها 8 3 رجال،
أي أن كل شخص من هؤلاء الثلاثة أكل ثمانية أثلاث. فصاحب الخمسة أرغفة قدم 15 ثلثا، يعني 3 × 5 = 15، فقدم 15 ثلثا أكل منها هو 8 وأبقى 7 أكلها الضيف، فاستحق 7 دراهم. وأما صاحب الثلاثة أرغفة فإن الثلاثة أرغفة في مجموعها 9 وثلاث، أكل هو منها 8 فبقي 1، استحق عليه الدرهم. الذي يعنينا هؤلاء الأربعة هم أبناء علي، أبناء أبي طالب، وقلنا إن 3 منهم أسلموا، عقيلا وجعفرا وعليا رضي الله عنهم وأرضاهم، وأم هاني وجمانة ابنتا أبي طالب. أما أبو طالب فقد حرمنا القول أنه مات بعد غزوة بدر على الأشهر، ولا يعرف كيف مات ولا يدرى، المصادر شحيحة ظنينة بمثل هذا. أبو طالب يمثل 1 من 10 من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام له 10 أعمام، 6 من هؤلاء الأعمام لم يدركوا بعثته، 6 من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم من إخوان أبيه عبد الله لم يدركوا بعثته، فلا يتحرر في حقهم كفر ولا إيمان لأنهم أقرب إلى أهل الفترة. أما 4 منهم أدركوا البعثة، آمن منهم 2 وكفر 2، فاللذان كفر أبو لهب وأبو طالب، إلا أن الفرق بينهما أن أبا طالب كان أعظم نصير للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما أبو لهب فأخباره مشهورة ذائعة منتشرة في أنه ناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداوة، وفيه نزلت تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. تبت يد أبي لهب وتب، الفعل تكرر مرتين، في المرة الأولى دعاء وفي المرة الثانية ليس تأكيدا كما يظنه بعض النحاة، وإنما تبت يد أبي لهب وتب، تب الأولى دعاء وتب الثانية أي وقد فعل، أي هذا الدعاء الذي كان عليه وقع وحصل بأمر من الله وقدره. هذا أبو لهب واسمه عبد العزة، وسمي أبو لهب لأنه كان وضيء الوجنتين متقدتان كالجمرتين فعرف بذلك. وأما قلنا أبو طالب ذكرنا الحديث عنه، هذان اللذان كفرا، اللذان أسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم حمزة والعباس، إلا أن حمزة رضي الله عنه وأرضاه هو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وأسلم قديما قبل البعثة قبل الهجرة، ثم هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان له مواقف مشهودة يوم بدر، فهو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وقتل شهيدا يوم أحد، طعنه وحشي، ووحشي هذا كان غلاما عند بعض بني أمية، ولم يكن له ناقة ولا جمل في نصر قريش أو هزيمتها، لكنه كان ينشد حريته، فأعمامه وأسياده عرضوا عليه الحرية على أن يقتل حمزة، فاتخذ حربة ونزل ساحة القتال، ولم يكن له هم إلا أن يقتل حمزة، فوقع منه أن رمى الحربة فأصابت حمزة في مقتل فقتل. ثم مرت سنون وأعوام حتى انتشر دين الله، فآمن حمزة وقدم المدينة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أوحشي أنت؟ قال نعم. قال قص علي قتل حمزة. فقص وحشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حمزة، فإذا بعيناه تذريفان صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال له غرب وجهك عني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حمزة حبا جما، ولم يكن يقدر، وهذا شيء بشري لا يعاتب فيه ولا يلام صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذا الذي يقدر على معاتبته ولومه، وقد زكاه الله من فوق 7 سماوات واختاره واصطفاه على الخلق أجمعين، لم يكن يقدر على أن ينظر إلى قاتل حمزة وهو وحشي، لكن وحشيا بقي على إيمانه وإسلامه، وقدر له بنفس الحرب أن يقتل مسيلمة الكذاب ثم يموت بعدها بسنين. هذا حمزة. أما العباس فهو من حيث السن أسن من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم قبيل الفتح بقليل، وقيل أنه أسلم قبل ذلك لكنه كان يخفي إسلامه، وكنيته أبو الفضل، ومن أشهر أبنائه عبد الله الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وإلى أحفاد العباس تنسب الدولة العباسية التي أسسها أبو العباس السفاح، وأسسها ثانيا أبو جعفر المنصور، ومنهم هارون الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم وغيرهم، فهؤلاء من جهة القرابة أبناء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتحرر من هذا أن أمام النبي صلى الله عليه وسلم كصورة أولية ينقسمون إلى قسمين، منهم من لم يدرك البعثة ومنهم من أدرك البعثة. من أدرك البعثة منهم 4، آمن 2 وكفر 2، كفر أبو طالب وأبو لهب، وآمن العباس وحمزة.
نعود إلى أبي طالب. قلنا إن أبا طالب عمر حتى جاوز 80 وكان فقير المال، لكنه كان رجلا أسر الناس بأخلاقه، وكان له جاه عظيم على فقره في قريش، ولهذا لم تستطع قريش أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يحمل قول الله جل وعلا في سورة الأنعام وهم ينهون عنه وينأون عنه على أنها نزلت في أبي طالب، وهذا قول من أقوال المفسرين، ومفاده أن أبا طالب ينهى الناس أن يقربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، وفي نفس الوقت ينأى بنفسه على أن يدخل في الدين، في نفس الوقت ينأى بنفسه على أن يدخل في هذا الدين، قال الله وهم ينهون عنه وينأون عنه. هذا قول لبعض أهل التفسير قد يكون قريبا من الصواب، لكن الآية لا تحتمل فصل الخطاب، فالأمر فيها غير واضح جلي في هذا المعنى. الذي يعنينا هنا هذه اللامية قالها أبو طالب يبين فيها أنه باق على موالاته ونصرته لنبينا صلى الله عليه وسلم. ونلحظ أن أبا طالب كان يقسم حينها بما كانت العرب تقسم به من الأمور المعظمة كالبيت، فقال في لميتي وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدمي حافيا غير ناعل. فمقام إبراهيم كان موجودا عند قريش يرونه، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو خليل الله المعروف، بنى البيت، فلما أراد على البنيان اتخذ صخرا فرقى عليه ليصل. وهنا ننيخ المطايا إيمانيا، من لان قلبه لله ألان الله له كل شيء، من لان قلبه لله لان له كل شيء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسلم قلبه لله ولان، فلما وضع قدميه على الصخر لان الصخر، فأصبح أثر قدمي إبراهيم بينا ظاهرا في الصخر يراه كل أحد. فانظر إلى حسن التعامل مع الرب تبارك وتعالى، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا خليل الله لان قلبه لربه وأسلم قلبه لربه جل وعلا، فلما ارتقى على الصخر لان الصخر على باب الصخر، من كونه صلبة لان لقدمي خليل الله إبراهيم، فأصبح الناس جيلا بعد جيل يرونه. فكانت قريش تعظم هذا، فجاء أبو طالب يقسم فيقول وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدمي حافيا غير ناعل. وقد كانوا ما عظموه يقسمون به، فلما جاء الإسلام وجاء نبينا بالدين الحق نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحلف بأحد غير ربنا، لأن القسم بأي أحد تعظيم له، والتعظيم المقيد قد يطلق لأي أحد، قوموا لسيدكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار. أما التعظيم المطلق والذي منه القسم فهذا لا يكون إلا لله الواحد القهار، من أراد أن يحلف يحلف بالله وحده ولا يقسم ولا يحلف بأحد غيره. كلما عظمت ربك كان ذلك أرفع في درجاتك وأعلى في منزلتك، والله أمر نبيه أن يقسم في القرآن في ثلاثة مواضع، في سورة التغابن، وفي سورة سبأ، وفي سورة يوسف قل بلى وربي لتبعثن، وفي سورة يونس قل بلى وربي لتبعثن في التغابن. مقصودنا من هذا أن ينبغي أن تكون قلوبنا طائعة لربها كما كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده في التعليق على بعض أبيات لامية أبي طالب. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. نبي الهدى.